هاد الشركه اللي ما احترمت حتى شي حاجه ودارت واحد الخروقات كبيره، وهي بلاصه ما تكون هي العون للدوله باش في تدبير جائحه كورونا، بالعكس هي زادتها وخربقات القضيه. هنا فين كتشوف باللي ما كايناش كفاءه وما كاينش واحد الكفاءه في تدبير الجائحه. نعطيكم بعض الحوايج اللي دارتهم شركه الخطوط الملكيه المغربيه. اول حاجه المشرع المغربي تيقول لك فاش كتبغي تخرج الناس خاصك تبدا خاص كاين قانون، يعني كتمشي بالاقدميه والقيمه المهنيه والاعباء العائليه. هذه الشركه هذه خرجت الناس اللي قدام وخلات الناس اللي جداد، يعني كانت واحد المحسوبيه وواحد الزبونيه اللي وكان واحد التمييز اللي كيعاقب عليه القانون الدولي والقانون المغربي و تيعاقبوا عليه حتى الاتفاقيه الجماعيه الدوليه. فاش هضرنا معاهم الخطوط الملكيه المغربيه كتقول لنا لا راه ماشي حنا، راه اطلس ماشي سيرفيس، اطلس ماشي سيرفيس كتقول لنا لا راه ماشي حنا راه الاخر. وكاينه واحد الحاجه اللي هي الشركه توصلت بواحد الدعم ديال 6 مليار من عند الدوله للحفاظ على مناصب الشغل، وكان ديك الساعه صاحب الجلاله خرج ودار واحد الخطاب كما عودنا دائما، هو انسان ذكي وسباق دائما كيسبق باش زعما باش يخلي الشعب ديالو زعما يقاد لهم الامور. صاحب الجلاله خرج ودار واحد الخطاب وقال للشركات المتضرره انا راه انشات صندوق ديال كورونا، يعني الناس اللي متضررين يدوزوا البيرسونيل ديالهم للصندوق ديال كورونا، والصندوق ديال كورونا يعني تيتخلص من عند لا سي ان اس اس وكتخلص لهم حتى هي لا شارج باترونال، يعني الشركه كتولي كتخفف. الشركة ما دارش هادشي ما عرفناش علاش، ما احترمتش القوانين ما عرفناش علاش، كانت محسوبية إلا ما عندك التليفون ما يخليوكش. زائد واحد الحاجة، الاتحاد المغربي للشغل اللي هو النقابة اللي نورمالمون خاص كانت توقف على هادشي، كان واحد الغياب تام اللي ما عرفناش واش هما كانوا معانا ولا ضدنا. يعني بحال دابا هما في القوانين ديالهم المنظمة كاين الديمقراطية، ما كانتش، يعني ما كانت لا ديمقراطيه لا والو، ما سولوناش ما تشاوروش معنا، كانوا كيمشيو بالتخبيه عند الاداره وما كيعلموناش. ومن هذا المنبر كنقول للناس ما حد الانتخابات قربات، عرفوا الناس شكون تعزلوا، لحقاش حنا عزلنا واحد الناس، ها انتم كتشوفوا شنو داروا فينا، عرفوا شكون تعزلوا، عرفوا الناس شكون تعزلوا، راه انتم اللي بيديكم كل شيء. وراه صاحب الجلاله خرج وقالها 50,000 مره، قال لك راه انتم اللي كتعزلوا الناس، عرفوا شكون تعزلوا. من بعد ما الاتحاد المغربي للشغل خلانا وسمح فينا، تدخلت المنظمه الديمقراطيه للشغل اللي هي تابعه للاصاله والمعاصره اللي هما اللي واقفين معنا دابا وخدامين معنا، وكنشكرهم من هذا المنبر هذا. دابا حنا ما كنطالبوا بوالو، كنطالبوا الشركه، كنطالبوها غير بالقانون، يعني حنا دابا راه ماشي طالبين شي حاجه، طالبين هي القانون، يعني القانون غير العداله الاجتماعيه. حنا ما طلبنا منهم حتى شي حاجه، عندكم قانون ديروه، وهذه ابسط الاشياء اللي تقدر تخلينا نعيشوا في واحد المجتمع اللي يسوده السلم ويحترمه كل واحد منا الاخر. 177 كاين اللي خرجوا عنده 10 سنين، كاين اللي 13 عام، والغريب في الامر كيخلوا الناس اللي عندهم عامين 3 سنين. وواحد الحاجه واحده اخرى، وهو بان حنايا ماشي حنا ماشي عنصريين، ولكن كاين واحد الحاجه كتسمى القانون المقارن. القانون المقارن في جميع البلدان فاش جات جائحه ديال كورونا بداو بالاجانب هما الاولين، الا حنا خلاو الاجانب وخرجوا المغاربه، علما بان المغاربه متقالين بالكريدي وبالاخر وهذه بزاف الحوايج، كاين اللي عنده عائلته تيصرف عليها، كاين اللي بزاف ديال الحوايج، وعطاونا داك الشيء هزيل. يعني هما دابا مخبين مورا القرار ديال العمل وتيقول لك بانه طرد اقتصادي، ولكن هما استخدموا القانون بواحد الطريقه، فهمتي؟ بحال قلتي غير صورة، أما من موراه فهو قرار مبيت، فهو قرار غير مشروع مبيت. داروا الماسك ديال 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 الطرد الاقتصادي، ولكن هو كان تصفية حسابات، كان بزاف ديال الحوايج. وزيادة على هذا حنا راه درنا كنا تنديروا عدة وقفات، وقفنا عدة وقفات وذاك الشيء. والحاجة المهمة وهو بلي هاد الناس هادو تيقولوا لنا واخا تمشيو للقضاء حنا راه رابحينكم، عطاونا واحد التعويضات هزيلة بزاف، بحال كنا خدامين زعما مع احترامي لصحاب المحلابات بحال خدامين في محلابه، ذاك الشيء هزيل بزاف. وفاش خرجنا دابا شركه كتشكى وكتقول لك انا ما عنديش فلوس، فاش خرجنا دوزوا لي بريم، دوزوا البريم انويال للناس، يعني الشركه ما كتعانيش لا ما عندها زعما لا ما عندها زعما لا كريز لا والو. المطالب اللي تنطالبوا بهم هو الشركه تعاود تفكر، حنا ماشي مشكل الشركه كلشي تيغلط،
راه حتى المغرب كنغلط في واحد الوقيته وباش تعرف يتبعوا غير السياسه ديال صاحب الجلاله، كنغلط المغرب واحد الوقيته ودار هيئه الانصاف والمصالحه واعترف بالخطا ديالو، وهذا كيقول بلي حنا راه في دوله زعما ديمقراطيه وعادله، حتى حنا تنقولوا لهم يتداركوا الموقف ديالهم ويشوفوا معنا، حنا ما تنطالبوا بحتى شي حاجه، ودي حنا عطاونا فلوسنا والناس اللي بغاو يرجعوا يرجعوا. ما كاينش حوار، الخطوط الملكيه المغربيه صمت اذانها، فهمتي داك الشيء ديال دير اللي بغيتي سير فين ما بغيتي، حنايا دابا غاديين معاهم، تواصلنا مع ناس في في في, في المكتب الوطني ديال حقوق الانسان باش نبينوا هاد الخروقات هادو، مازال غادي ننظموا وقفات، يعني حنايا هاد الشيء بالعكس هاد الشيء اللي داروا لنا زاد حفزنا باش ندير واحد المسيره ديال النضال.